أصدقائي، كما كتشوفوا معنا واد طنجة، اللهم بارك. إذا اليوم الجمعة وصل هاد الواد وكانت الأمطار غزيرة في طنجة والنواحي ديال طنجة، تطوان، شفشاون، هاد المناطق فيهم زغات مطرية قوية، اللهم بارك. اذا اللي عليكم هو تبعوا معنا، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا 1000 مشترك في القناه ديالي. اذا اجواء ممتعه، اجواء رائعه، اجواء جميله تماما في طنجه، وفي نفس الوقت جينا باش نصور لكم هذه الاوديه ونصور لكم مزيد ان شاء الله بحول الله. بغيتوا تكتشفوا سيول بالجودة بالكاليتي، كتبوا إلا أحمد بيزلافن بالفرنسية ولا بالعربية وتلقوا المزيد ديال السيول على القناة ديالي. إذن حاليا هذا هو طنجة، هادشي اللي جاب ديال الفيضان، ونتمنى إن شاء الله يكون خير، ونتمنى نقدموا لكم ما أفضل إن شاء الله بحول الله. شوفوا تبارك الله، واد سكوتي، اللهم بارك. ايوا غادي نحاولوا نشاركوا معكم الاوديه الجداد خاص في طنجه، وان شاء الله ونتمنى نقدموا لكم ما افضل ان شاء الله بحول الله، ونتمنى النجاح خاص في هذه القناه ديالي، نتمنى توصلونا 1000 مشترك باش نبارطاجيو معكم مزيد ديال الفيضان، قناه ديال الفيضان فقط، بقى نحطوا لكم غير السيور بوحدهم ان شاء الله بحول الله. كان معكم احمد بيزلافن، يوتيوبرز مغربي من طنجة، عروسة الشمال، المغرب.